نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. السيد الرئيس بشار الأسد وفد المبادرة الشعبية العربية لمناهضة التدخل الأجنبي في سوريا ودعم الحوار والإصلاح، الذي يضم الأمين العام للمؤتمر القومي العربي ورئيس الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة والأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية ونوابه والمنسقة العامة المساعدة للمؤتمر القومي الإسلامي والمنسق العام لهيئة التعبئة الشعبية ورئيس المركز العربي للتواصل والتضامن وأمين عام المنتدى القومي العربي وعددا من أعضاء المبادرة. وعبر أعضاء الوفد عن وقوفهم الكامل إلى جانب سوريا والشعب السوري في وجه الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له، والذي هو جزء من مخطط لتفتيت المنطقة وفي النهاية حسم الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة العدو الصهيوني. وأكدوا أن إدراك الشعب السوري لأبعاد ما يحاك ضد سوريا هو الضمانة الأساسية لنجاح سوريا وتعزيز الثوابت القومية، معتبرين أن سوريا ليست للسوريين وحدهم بل للعرب جميعا بالنظر إلى دورها وتاريخها العروبي المقاوم، وأن استهداف سوريا هو استهداف لمشروع العروبة والمشروع المقاوم. وأشاروا إلى أن من واجب الشعوب العربية في الوطن العربي ومن خلال كل تنظيماتها السياسية والشعبية مساعدة سوريا في التصدي لما تتعرض له وإعلاء صوت العروبة وتعزيز مفهوم وآليات العمل العربي المشترك. من جهته شرح الرئيس الأسد لأعضاء الوفد تطورات وتداخلات الأزمة في سوريا، مؤكدا أن الشعب السوري المتمسك بوحدته وعروبته رغم كل الصعوبات والمدرك لما يحاك لوطنه من مخططات تستهدف أمنه وتلاحمه، قادر على تجاوز الظروف الراهنة وبناء سوريا القوية العزيزة، موضحا أن دعم الشعوب العربية والقوى القومية المتمسكة بعربتها يعزز مناعة سوريا وإيمانها بالمستقبل. أعضاء الوفد أكدوا تأييدهم للحوار الشامل ودعمهم لمسيرة الإصلاح ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري ضد المؤامرة التي يتعرض لها، مؤكدين أن من يدعو لإرسال قوات عربية إلى سوريا يعرف تماما كيف يساعد في حل الأزمة في سوريا. مقابلتنا مع السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد جاءت في إطار تحرك متواصل تقوم به مجموعة من الهيئات العربية، المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي الإسلامي، مؤتمر الأحزاب العربية، هيئة التعبئة الشعبية العربية، والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، والتي أثمرت قبل شهر تقريبا بمنتدى عربي دولي لمناهضة التدخل الأجنبي في سوريا ولدعم الإصلاح والحوار. هذه الزيارة جاءت في سياق هذا التحرك وفي الذهن أمران. الأمر الأول أن نعبئ كل الجهود والطاقات لمناهضة كل أشكال التدخل الأجنبي في سوريا، والذي لا نعتبره فقط التدخل العسكري وإنما التدخل الاقتصادي، التحريض الإعلامي، الضغط السياسي، كلها أشكال من التدخل الأجنبي التي ينبغي مقاومتها، لأنها كلها تمس السيادة الوطنية لسوريا وتمس حياة المواطن السوري. والجانب الآخر هو دعم الإصلاح والإحوار، لأننا نعتبر أن المخرج الوحيد لسوريا من المحنة التي تمر بها ومن الأزمة التي تمر بها هي أن تمتد جسور الحوار بين كل أبناء المجتمع السوري بغض النظر عن خلفياتهم الفكرية والسياسية. شعارنا في هذا التحرك بسيط: متاريس لسوريا في وجه أعدائها، جسور في سوريا بين أبنائها. ومن حرص على أن يكون كل سوري شريكا في هذا الخيار وفي القرار وفي التنفيذ أيضا. إذا كانت هذه الدول العربية التي ترغب بإرسال قوات عربية إلى سوريا لحل الأزمة، إذا كانت راغبة بالفعل في حل الأزمة، فهي تعرف كيف يمكن أن تحل الأزمة. تعرف أن عليها أن توقف التحريض الإعلامي، أن عليها أن توقف مد المحتجين بالمال والسلاح. بداية، نحن لا نقبل بالتدخل الأجنبي، وبالتالي أي جهة
بتدعو الى التدخل الاجنبي، فاحنا بنستبعدها من المجال بتاع التحرك بتاعنا لنلتقي بهم ونبحث عن طريق الى حوار بين هذه الجوانب، لان في النهايه اي خلاف لابد انه ينتهي بحوار واتفاق على قضايا قد لا ترضي الكل ولكنها تحقق الحد الأدنى من المقبول لدى الجميع. وضعين في الاعتبار أن وضع سوريا وضع حد الساس، هي حاليا يعني العمود الباقي في البناء القومي، هي التي يعني وقفت أمام التطبيع مع العدو الصهيوني، هي التي ساعدت المقاومة وتساعدها. بالتالي هذا الركن المهم لابد من المحافظة عليه، وبالتالي علينا أننا نبذل هذا الجهد لتحقيق هذه الأهداف. أكدنا أنه على ضرورة التشبيك الاقتصادي مع دول المنطقة، خصوصا دول المنطقة العربية، لأنه أولا التشبيك الاقتصادي يؤكد التوجهات الوحدوية لهذا التيار والذي يمثله أيضا الرئيس، وفي نفس الوقت يشكل الرد استراتيجي على محاولات عزل سوريا. اليوم في سوريا، اليوم يعني سوريا جزء من منظومة تمتد من الشاطئ البحر المتوسط إلى بحر الصين، يعني الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي واسع جدا، وهذا يبشر بمستقبل مشرق لسوريا. قال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي إن بعثة المراقبين العرب تقوم بمهمتها على نحو جيد في سوريا، رغم أنها بدأت مهامها بعدد محدود من المراقبين. وأضاف كرتي في تصريحات نشرتها الصحف السودانية أنه يوما بعد يوم تحقق البعثة المزيد، وبدأت تدريجيا في التوسع في المناطق التي توجد بها بعض المشاكل، ويجب تقديم مزيد من الدعم إلى المراقبين. ورفض الوزير السوداني الانتقادات التي طالت عمل البعثة من بعض الجهات، وأعرب عن أمله أن يكون تقرير المراقبين إلى اللجنة الوزارية السبت المقبل إيجابيا. مش ثورة، هاي زهران، هاي زهران، هاي زهران. جاي أنا ومرتي من السهرة الساعة 12:30 بالليل، تعارضونا فوق 20 واحد متخبين، عارف شلون، وخمسة تعارضونا. عم بسألوا عمي أنت ابن مين؟ بالنسبة أننا من أهل ضيعة بنعرف بعضنا. ضربني بسكينة براسي هون، هذا هي. شوف كم قطبة ردنا، تناولني واحد حده بعصاي هون، عارف شلون؟ لمين بدنا نشتكي؟ انتو جامعة عربية انصفونا، لا تردوش لا على حمد ولا على غير حمد ولا على فلان ولا على العنتان. نحن شعب سوري دماءنا فدى الوطن كلنا، بس في عندنا كم واحد ازعر ومسلحين. شاهدوا وسمعوا وعاينوا، والمطلوب منهم كما يؤكدون. احنا حتى ننقل ما نشوفه بامانه وبصدق الجامعه العربيه اللي بيدعو على الساحه السوريه ان شاء الله. والله يسلمكم ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. والبلد يريد والوطن يريد. هناك من أطلق النار عليهم وعلى مهامهم ولا يزال لتجييرهم وأخفاء الحقيقة، وثقوا الإفراج والإجرام والترهيب. أنتم مشمولين بالعفو اللي صدرت الحكومة، مبروك عليكم، راح تروحون لأهاليكم اليوم تتغدون بالبيت إن شاء الله. إن شاء الله. يعني عينكم على أهاليتكم، أخدموا أهاليتكم، أخدموا بلدكم، أخدموا وطن. حسن كرات من إسكندرة. حرقوا لنا السيارة جماعات إرهابية لعدم مشاركتنا بالمظاهرات ضد الدولة ضد النظام مثل ما بيقولوا، بدون ما نشارك بالمظاهرات. إحنا رفضنا، حرقوا لنا السيارة جماعات مسلحة ومشان يرضى حمد، مشان الحرية. إذا بإمكانه يأمن الحرية لشعبه يجي يأمننا، يأمن لشعبه بالأول. جميع الجهات اللي تعاملنا معها فيما يتعلق بالمسجونين تعاونوا معنا تعاون جيد. والله هي الإرهابية دمروا هالبلد، يعني بصراحة خربوها. دوري إنه يعني غلطنا ومنكم السماح. المراقبون جالوا في سوريا والتقوا مختلف الشرائح، هناك من وضح وحمل، وهناك من وصف وشخص. الأمريكان والغرب
من زمان عمين هالمكائد هذه اللي عبيه بدهم يفتتوا فيها الشعوب العربية ومش قادرين يعرفوا كيف. لذلك استنزلوا علينا من نص بيتنا، يعني عم يحاربونا بعقر بيتنا، وهذا ما حدا بيقبله. نحن كلياتنا متمسكين بحرية الوطن واستقلاله كعرب على مستوى العالم العربي والإسلامي، إن نحافظ على ثرواتنا وأهم حرية صنع القرار على أرض وطننا. نحن نريد من الجامعة العربية وهذه الرسالة نريد إيصالها أن تكون الحكم الأمين النزيه لهذه الدولة، دخلت أعماق التاريخ. هل يجوز أو أي إنسان يقبل هذا التدمير من أي جهة كانت؟ ما يشكو منه المواطنون وما يستغربونه حتى اليوم أنه كلما أظهرت الحكومة مزيدا من التجاوب، مزيدا من الانفتاح، مزيدا من المضي قدما في حركة الإصلاح، يفاجؤون بازدياد وارتفاع وتيرة العنف في الشارع. والله العالم كله تكالب على سوريا، ليش؟ لأن دولة ممانعة، والله دولة ممانعة، والله سوريا ما هي مع أحد إلا مع الحق. ما يحدث في سوريا مشكلة داخلية نحلها بأيدينا، نرحب بالدواء لكن الدواء الذي يأتي من صيدلياتنا لا من صيدليات غيرنا. حقائق وأبعاد ومضامين وعمق تاريخ وعروبة ومقاومة لا تطمس، ليس من العروبة بشيء قتلها أو تجاهلها. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وبشكل خاص مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا تأتي ضمن أطر الإسهام بإيجاد تسوية سياسية للأزمة الداخلية دون تدخل أجنبي. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أشار لافروف إلى أن الجانب الروسي أكد أهمية مواصلة عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا. أبناء الشعب الفلسطيني وجدوا في التدخل العربي والغربي في عمل المراقبين العرب محاولة استباقية لضرب وحدة سوريا ومزايدة في تسويق فكرة التدخل الدولي. وفق المقترح القطري المطروح عبر سي بي اس الأمريكية، يطالب أمير قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا. وفق البند الثامن من ميثاق الجامعة العربية، لا يجوز قيام أي دولة عربية بضرب نظام سياسي آخر أو تغييره. وفق ما يرى فلسطينيون فإنه طرح منبوذ ينفذ بإرادة الغرب. هو جاء من أجل كمان خلق مصوغات للإساءة للنظام السوري. هو المطلوب من أمير قطر ومن جامعة الدول العربية أنهم يعملوا على منع تهريب الأسلحة للأراضي السورية وللوصول إلى حالة إلى حوار وطني بناء يمكن من خلاله إيجاد حل للأزمة السورية. يعني أنا أعتقد هو لا يبعد كثيرا عن أنه موقف يعبر عن قطر ولا يعبر عن الجامعة العربية، وأعتقد أن الجامعة العربية سترفض هذا الطلب. المسألة هي مسألة سورية بحتة، فإذا النظام السوري هل يقبل أن يتدخل أي نوع من أنواع القوات؟ أعتقد أنها سترفض ذلك. أوساط سياسية فلسطينية امتعضت من الخطوة القطرية التي تسير البنود والمواثيق كيفما تشاء. الأخيرة التي قبلت فكرة إرسال مراقبين عرب كانت أول المجهضين لمهمتهم التي لم تنتهي بعد. نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نقول أن صاحب الحق الوحيد في أي تغيير ديمقراطي في أي بلد عربي هو الشعب العربي، وفي سوريا هو الشقيق الشعب العربي السوري هو صاحب الحق في أي تغييرات ديمقراطية، وأي تدخل من الخارج لا يعني إلا فتح شهية الآخرين الحاقدين على الأمة العربية والمتربصين بها. ولهذا نقول يعني على إلى من طرح هذه المبادرة خاصة إلى الأمير القطري، يعني هناك قنوات أصلح من القنوات الأمريكية لكي تطرحوا مبادراتكم الآن وفي هذا التوقيت. الفلسطينيون المراقبون لما تمر به سوريا من مؤامرة عربية وغربية تشابهت آراؤهم التي صبت باتجاه أن سوريا ورغم مكائد البعض أكبر من أن تسوق على حسابها مثل هذه المبادرات الهزيلة، مبادرات لم تنصف فلسطين طيلة 6 عقود ولن تنصف سوريا كما يدعي أصحابها.